بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الخوازيق، واتكلمنا عن الآبار الإسكندراني، واتكلمنا عن نوعين من الخوازيق، الخوازيق السند والخوازيق العاملة اللي هي من الأساسات، واتكلمنا عن الآبار الإسكندراني. إن شاء الله النهاردة مكملين بقية الجزء اللي احنا بنتكلم فيه تبع دورة إعداد مهندس محترف، الجزء بتاع ملخص أعمال الحداد. إن شاء الله هنتكلم على مدار الحلقة دي والكام حلقة الجايين إن شاء الله على تفاصيل الحدادة في اللبش المسلح. أولا، إيه لبشة مسلحة؟ اللبشة المسلحة دي حصيرة أو مساحة من الأرض بسمك معين من الخرسانة، حصيرة من الخرسانة بسمك معين، ممكن لبشة سمكة 90 سنتي، لبشة سمكة متر، لبشة سمكة متر وعشرة زي ما نشوف. دي عبارة عن مساحة من الأرض بشكل معين، مستطيل، مربع، أيا كان، على حسب المنشأ اللي انت هتعمله. المساحة دي بتبقى يعني بسمك معين من الخرسانة، بتبقى فيها جواها حديد. الحديد اللي جواها بيبقى عبارة عن ايه؟ الحديد اللي جواها بيبقى عبارة عن شبكتين حديد، شبكتين حديد، شبكة سفلية وشبكة علوية. ما بنسموهمش شبكتين بقى، بنسموهم رقتين حديد، رقة سفلية ورقة علوية. الرقة عبارة عن ايه؟ الرقة عبارة عن فرش وغطا. الرقة عبارة عن حديد سياخ فرش وسياخ غطا. تعالوا كده نشوف صورة اهي. ادي دي تفاصيل التسليح، يعني بمنتهى البساطة كده التسليح اللي بيبقى في اللبشة المسلحة. معلش انا اسف، ثانية واحدة. ادي الرقة الاولانية دي بتتحط تحت، وادي الرقة التانية. اللبشة زي ما قلت لحضرتك مساحة من المساحة اهي، المساحة اهي بتبقى من الخرسانة بالسمك ده، بيبقى السمك مكتوب عليها اهو 100 مثلا، اللي هو 100 سنتي او 1 متر، ويبقى محطوط عليها الاعمده اهي زي كده ما حضرتك ما شايف. دي اسمها لبشه او حصير، لبشه او حصيره، مساحه من الارض بسمك معين من الخرسانه المسلحه. خرسانه مسلحه يعني فيها حديد تسليح. الحديد بيبقى عباره عن رئتين، رقه فوق ورقه تحت. تعال نشوف الرقه اللي تحت. الرقه اللي تحت عباره عن ايه؟ الرقه اللي تحت عباره عن فرش اهو، فرش من الحديد اللي حضراتكم شايفينها بالاصفر ده، دي سياخ حديد اهي، واللي باللون التاني ده برضو سياخ حديد، ده فرش اهو وده غطا، بشرط ان الرئة السفلية تكون برجل زي ما حضرتك شايف كده، برجل بتمتد لحد الرئة العلوية من فوق. تمام، ادي ده حديد الفرش، حديد الفرش اهو، وحديد الغطا عمودي عليه اهو. طيب الرئة العلوية نفس الكلام، حديد فرش، بيبقى في اتجاه، يعني انت لو مشيت تحت الفرش في الاتجاه ده، في اتجاه اكس، يبقى في الرقه الفوقانيه الفرش في اتجاه واي، وهنعرف كل ده بالتفاصيل، وهنعرف هنجيبه ازاي، وازاي نحدد اتجاه الفرش، وازاي نحدد اتجاه الغطا. المهم اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي في الحلقه دي، اتجاه الفرش لو في اتجاه اكس كده، ده في الرقه السفليه، يبقى تعكس في الرقه العلويه، يبقى اتجاه الفرش كده عشان تعمل الساندوتش اللي حضرتك بتقول اللي قلته لحضرتك عليه ده، زي كده مثلا اهو. ادي حديد الفرش تحت اهو ماشي في الاتجاه ده، حديد الغطا ماشي في الاتجاه العمودي عليه اللي هي الدائره اللي قدام حضرتك دي، فوق بقى العكس، حديد الفرش اهو وحديد الغطا اهو. تمام، طيب حديد الرقه الفوقانيه او الرقه العلويه ما بيبقاش برجل. طيب ايه اللي بيشيل الرقه العلويه؟ اللي بيشيل الرقه العلويه حاجه اسمها كراسي واوتار. ادي ده شكل الكرسي حضرتك اهو، الكرسي بيتحط بالشكل ده اهو، وبعدين بيتحط الوتر عليه كده اهو، ادي الوتر، الوتر اهو اللي بالازرق ده، وبعدين بترمي الفرش عليه، وبعد كده بترمي الغطا على الفرش. يبقى بمنتهى البساطه ادي حديد الفرش برجل، وادي حديد الغطا برجل، وبعدين ادي الكراسي اتجاهها يبقى مع حديد الغطا، اتجاهها اللي هو الاتجاه ده، يعني الجنب ده، ده الجنب ده عرض الكرسي ده بيبقى موازي للغطا بتاع الرقه السفليه. ليه؟ عشان تقوم حاطط عليها الوتر كده،
وتقوم ماشي عليه الفرش كده، يكون ماشي مع الغطا الفرش بتاع الرئه العلويه يكون ماشي مع الغطا بتاع الرئه السفليه. تمام، ده بمنتهى البساطه شكل الحداد. تعالوا نكمل كده مع بعضينا. هقول لك ايه بقى، هنتكلم. احنا قلنا عرفنا طبعا الليبشه المسلحه عباره عن شبكه من فرش وغطا وبين كل رئتين كراسي من الحديد المسلح لحمل الرئه العلويه. طيب في البدايه لما باجي افرش الفرش والغطا بتاعي بتاع الرئه السفليه اللي هو الفرش ده، هل بتفرشه على الخرسانه اللي هو ده الفرش والغطا، هل بترميه على الخرسانه العاديه؟ لا طبعا، المفروض ان انا عندي زي القطاع ده ما شفت اهو، ان انا عندي كفر اهو او خلوص اهي وخلوص اهي. الكفر ده اعمله ازاي؟ الكفر ده اعمله ازاي؟ يعني المسافه مثلا من هنا كده لحد هنا كده 90 سم او 110 او 100، ده اسمه سمك اللبشه بتاعي. سمك اللبشه مثلا 90 سم، المفروض ان انا بسيب 5 سم كفر من فوق و5 سم كفر من تحت، من 5 ل 7 سم، يعني 5 سم 7 سم 6 سم، المهم ما تقلش عن 5 سم عشان دي اساسات. اي حاجه تحت الارض او معرضه للمياه يبقى لازما الكفر بتاعها يكون ما يقلش عن 5 سم، فوق كده ممكن يبقى 2.5 سم او 3 سم. المهم انا عايز اعمل الكفر ده، الكفر ده انفذه ازاي؟ الكفر ده بعمله عن طريق حاجه اسمها اوتار. وتر من الخرسانه العاديه، بعمل بقى اوتار كده هوريها لكم دلوقتي، وبعدين برمي عليه الفرش وبعدين برمي عليه الغطا. بعد ما بعمل الاوتار بيبقى عندي الرئه السفليه فرش وغطا، برميها على الاوتار دي، وبعدين بعد ما بخلص الرئه السفليه بتاعتي بيبقى فيه حاجه اسمه حديد اضافي. الحديد الاضافي بيتحط في الرئه السفليه وبيتحط في الرئه العلويه. طيب الحديد الاضافي ده فايدته ايه؟ الحديد الاضافي ده انا مثلا اللبش عندي عليها كميه مومنت قد كده، والله حطيت شبكه سفليه 6.18 فرش وغطا. طيب ال 6.18 دي سيفت لي اللبشه، خلت اللبشه بقت خلاص الحديد ده يقدر يشيل العزم، ما عدا مناطق صغيره، ما عدا مناطق وليكن مثلا الاطار اللي بالاحمر ده دي اللبشه. خلاص انا فرشت وغطيت والدنيا تمام وقدرت اقاوم العزم عن طريق الحديد ده بالحسابات اللي الديزاينر عاملها. بس جالي والله المكان ده فيه مومنت. لا، في مومنت زياد، الشبكه دي مش هتقدر تشيله. لازما الشبكه تبقى اعلى من كده، اقوم مزود اللبش اقوم مخلي بدل ما 6.18 اخلي اللبشه كلها 8.18 او اخليها مثلا 6.22. لا طبعا، ما كده انا بهدر. ليه؟ لان الحتت دي كلها دي مسيفه على 6.18. انا زود ليه؟ انا اقوم حاطط شويه حديد في الحته دي بس، اقوم حاطط شويه حديد في الحته دي بس، ما احطش في اللبشه كلها، احط في الحته اللي مش مسيفه بس. طيب غالبا الاماكن اللي ما بتسيفش ايه في الرئه السفليه، الاماكن اللي عند الاعمده تحت الاعمده، لازما احط حديد اضافي تحت الاعمده. طيب انا كده عملت الاوتار وبعد كده عملت الرئه السفليه فرش وغطا، وبعد كده حطيت الاضافي بتاعي اضافي الرئه السفليه، وبعد كده رصيت الكراسي بتاعت بطريقه معينه اقول لحضراتكم عليها، ورميت الاوتار عليها اوتار الرئه العلويه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي، اللي هي السيخ الازرق ده اسمه وتر اهو، رميتها عليها، وبعد كده رميت الرئه العلويه اللي هو الفرش والغطا عليها، وبعد كده بحط اضافي للرئه العلويه، اضافي للرئه العلويه برضو عشان الشبكه العلويه دي عندي كميه مومنت معينه، فالمومنت ده خلاص انا سيفته او تلاشيته عن طريق الرئه العلويه، الحديد الرئه العلويه. بس ظهر عندي مومنت زياده في بعض الاماكن، بدل ما بعلي الشبكه كلها، لا ما بعليش الشبكه كلها، انا بعلي مناطق معينه بس اللي هي اللي عليها المومنت الزياده. ده اسمه اضافي الرئه العلويه. وبعدين بحط اشاير الاعمده، لو عندي طبعا اللبشه بتبقى عليها اعمده، وبيبقى لو عندي مثلا حوائط قص شير وول يعني او كور او 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 ريتيننج وول، بحط الاشاير بتاعتها واثبتها كويس طبقا للوحات. تمام، تعال نشوف الكلام ده عن طريق صور. ده اول حاجه حضرتك اللبشه اهي،
بدل ما بعمل هو هنا بدل ما يعمل اطار اللبشه بالنجاره زي ما شرحنا قبل كده، هو عملها مباني، ودي حته قلتها قبل كده، والمفروض بيعزل المباني دي من جوه. المهم المكان ده اللي هعمل فيه اللبش، اللي هصب فيه الخرسانه المسلحه اللي هو المستطيل الكبير ده. طيب دي عشان اعمل الكفر الخمسة سنت اللي قلت لحضرتك عليها، دي اسمها اوتار الرئه السفليه، اوتار الوتر اهو، ده اوتار الرئه السفليه، بيعملها من الخرسانه العاديه اللي هو بيجيب شوط رمل وشوط زلط سنه صغير خالص وشوط اسمنت وبيعجنهم وبيحط لوحين خشب وبيعمل الاوتار زي ما حضرتك شايف كده. سمكها بيبقى سمكها ده كده يعني بيبقى 5 ل 7 سنتي زي ما حضرتك شايف كده. بيبدا ادي الوتر ماشي كده اهو، بيبدا هو يحط الفرش بتاعه كده اهو كده كده، وبعدين الغطا بتاعه كده كده، وكده خلصنا من الرقه السفليه. وبعد كده بيحط الاضافه بتاعه. تعال نشوف تاني كده اهي، هو عامل هنا الاوتار بايه؟ عاملها بطوب اسمنتي، عامل الاوتار بطوب اسمنتي، وده ما فيش اي في اي مشاكل، بس الطوب الطفل مش هينفع تعمل بيه اوتار. ادي هنا اهو، دي للعلم برضو مش لبسه، بس دي قاعده مشتركه كبيره، كومبايند فوتنج، ودي مش هتختلف كتير عن اللبشه يعني، هي سميها لبشه صغيره مثلا، بيبقى شايله كذا عمود. دي الاوتار ايه؟ بيقول لك هنا ان الاوتار المسافه بالاوتار ماكسيموم خالص متر ونص. طيب تعال نشوف حاجه تانية كده، دي الاوتار زي ما حضرتك شايف هي عباره عن طوب اسمنتي، وبعدين هو مشي عليها او الفرش بتاع الرئه الاولى اللي هو موازي لحضرتك ده اهو اللي ماشي كده، وبعدين حط الغطا بتاع الرقه الاولى فوق اهو كده، وهو كده يبقى خلص من الرقه، يبقى كده خلص من الرقه الاولى، ورجل رجل الفرش زي ما حضرتك شايف اهي، ورجل الفرش اهي، ورجل الغطا في الجنب التاني اكيد كده، بس ما اتعملتش وبتبقى في الجنب ده. الرقه الاولى اهو، ادي الاوتار تاني اهي، الوتر اهو، والفرش اهو من تحت، والغطا فوقيه كده، ادي ده الرجل بتاع الفرش اهو، وده الرجل بتاع الغطا اهو. والاوتار دي زي ما قلنا اقصى مسافة بين الاوتار متر ونص، ودي بتتوقف على قطر الحديد اللي انا بستخدمه عشان ما يرخمش، عشان ما ينزلش منه، كل القطر ما زاد كل ممكن اوسع بين الاوتار شوية بحد اقصى متر ونص. دي رجل الغطا اهو، هو دي رجل الفرش اهو، ده الفرش اهو اللي تحت، اللي تحت بيبقى فرش واللي فوق بيبقى غطا، ده الرجل بتاعت اهو، وده الغطا اهو، اكيد الرجل باينه في الجنب التانية اهو. في البداية الحديد لما بيرصه بيبقى شكله عامل كده اهو، بيبقى شكل الرجل نايمة على بعضها كده، فهو بيعمل ايه؟ بيقوم جايب سيخ اسمه حزام علوي، بيقوم حاطه كده يمسك جميع الارجل دي، والسيخ ده ما يقلش عن فاي 12، في ناس بتعمله فاي 10 مش مشكله، بس من الافضل من وجهه نظري انا ان هو يبقى فاي 12. ده اسمه سيخ الحزام اهو، بيقوم الارجل ده كلها دي وبيربطها مع بعضيها بسيخ حزام فاي 12. طبعا المسافات بين الحديد بتبقى طبقا للوحه، متقسطة طبقا للوحة طبعا وطبقا للعدد في كل متر اهو، دي الرجل اهي، وده سيخ الحزام. لازم اربط كل الاسياخ، ما اربطش سيخ واسيب سيخ اهو، كل الاسياخ لازم تتربط، كل الاسياخ في على 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 السيخ بتاع الحزام ده لازم كلها تتربط. تعالوا نشوف حاجة تانية، طبعا اضاف الرئة الاولى، احنا قلنا اضاف الرئة الاولى بيبقى غالبا تحت الاعمدة غالبا، وبيبقى فيه برضه في نص البحر، وهشرحها لكم ازاي. شايف حضرتك لو تبص فين الاضافي اهو، شايف الاضافي السيخ اللي بين السيخين ده، وشايف حضرتك السيخ ده، ادي سيخ اهو وسيخ تاني اهو، دي الرئة الاساسية بتاعتي، وسيخ اهو، ادي الرئة الاساسية وسيخ اهو، رئة اساسية رئة اساسية اهو. جيت انت لقيت هنا بين كل سيخ وسيخ سيخ زيادة اهو، شايف حضرتك السيخ بادئ من هنا اهو ومنتهي هنا اهو، ده اسمه سيخ اضافي حطه. طب تقدر تقول لي هو حاطط شبكة ولا نص شبكة؟
لو حاطط بين كل سيخ وسيخ سيخ اضافي يبقى هو حاطط شبكه سليمه. يعني حاطط شبكه سليمه يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا والله تسليح الرئه السفليه 7 8 فاي 18، يبقى هو لو حاطط بين كل سيخ وسيخ يبقى هو حاطط 8 برضه فاي 18 اضافي. طب لو حاطط بين سيخ وسيب سيخ زي اللي في الصوره، لا يبقى حاطط نص شبكه، معناه ان هو حاطط 4 فاي 18، مش شرط 18 يعني الاضافه، ممكن يبقى حاطط 4 فاي 22 4 فاي 16 كده. يعني هو حاطط سيخ اهو وسايب السيخ ده مش حاطط في النص وحاطط هنا اهو، يبقى معناه ان هو انا مستخدم نص شبكه اضافيه لتلاشي العزم، وطبعا ده بيبقى موجود في اللوحه. تعال نتكلم برضو عن حاجه تانية، الكراسي. زي ما حضرتك شايف، شايف الكرسي اهو اهو زي اللي حضرتك شفته في الرسم، الكرسي ده هو اللي شايل الرقه العلويه ورميها على الرقه السفليه. زي ما قلت لحضرتك ده عرض الكرسي اهو، ده عرض الكرسي، وده لا، والكرسي ليه ابعاد هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقات الجايه. عرض الكرسي اهو بتراوح من 80 ل 100 من 80 ل 100 سنتي. العرض اهو بيبقى موازي للغطا، للغطا بتاع الرئه السفليه. ادي ادي الفرش بتاع الرئه السفليه اهو، وادي الغطا، وادي ده الكرسي اهو، بيبقى موازي للرئه السفليه. ليه؟ عشان يجي على سيخ الوتر اهو اللي انا بشاور عليه ده بكلمه الوتر اهو اهو، ده الوتر، وبعدين يجي على الفرش بتاع الرئه العلويه والغطا. لو بصيت حضرتك للصوره دي بقى هتلاقي ان الكرسي محطوط بطريقه غلط هنا، المفروض ده يكون موازي للغطا ده، تمام؟ بس هو الظاهر المهندس اللي صوركم بيصوره بس عشان ايه؟ ان الناس تعرف بس. ويكون رامي على الغطا، يعني السيخ يكون رامي على حديد الغطا اهو، تمام؟ شوف صورة كمان اهي، ده الوتر اهو، الوتر اهو رامي على الكرسي والفرش والغطا فوقيه. دي اشاير الاعمدة. في ناس بتعملها بعد ما بتخلص الرقة السفلية والعلوية، وفي ناس بعد ما تخلص الرقة العلوية وبتيجي تحط بعد ما تخلص قصد الرقة السفلية وبتيجي تحط الكراسي بتاعتها، بتحط بالمرة الأشاير بتاعتها وتثبتها، وبعد كده بتبدأ بقى في الرقة العلوية. دي أشاير الأعمدة زي ما احنا شايفينها، تمام؟ ودي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل في الحلقات الجاية، والأطوال دي الرجل دي بتبقى قد ايه، والمسافة دي قد ايه، والمسافة اللي فوق اللي بتظهر فوق اللبش قد ايه. هنتكلم بالتفصيل الممل عن كل حاجة ان شاء الله الحلقات الجاية. دي الرقة التانية اهي، وبنحط برضو الإضافي بتاع الرقة التانية. وبكده الحلقة دي كانت ملخص سريع عن أعمال الحدادة المسلحة او شكل الحديد، عشان بس ايه نعرفكم الاول شكل الحديد بيبقى ازاي في اللبشه المسلحه. وان شاء الله الحلقه الجايه برضو هندردش مع بعضينا في اللوح، ونشوف انت بتقرا اللوحه بتاع حداده اللبشه ازاي وايه التفاصيل الصغيره. وبعد كده بقى نبدا كل معلومه انا قلتها دلوقتي ناخدها نفصصها حته حته كده، ونعرف التركات اللي فيها، ونعرف كل التفاصيل، الوصلات بتبقى فين، اطوالها ازاي، الحديد الاضافي بيبقى فين اطواله ازاي، الكراسي بتتحسب ازاي اطوالها وارتفاعاتها. كل ده هنعرفه ان شاء الله على مدار الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.